استقبلنا ربع رضع من مصلحة قاعة الولادة حيث تمت العملية قيصرية وتمت بنجاح. استقبلنا هذو المواليد وراهم عندنا هنا في المصلحة وراهم بصحة جيدة. رزقني رب العالمين بأربعة توأم والحمد لله سميتهم جاد جواد إياد ياسمين. نطلب من كل السلطات يعني المعنية والله السلطة اسمه يقدر نقول للولاد هذو بسك عندي الدخل شوية ضعيف نطلب إذا نقولهم ويشوفوا لي. أنا هي العمالي من اللي ولدوا وأنا متواجدة معهم هنا في مصلحة الأم والطفل والحمد لله هذو يسمىهم وليداتي من اللي حلوا عينيهم هما معايا أنايا والحمد لله. ونشكر كامل الطاقم الطبي، نشكر كامل العاملين لهنا.